كابتن احمد، بقى دلوقتي عايزين نعرف شويه كده جوانب بقى بره الملعب خالص. يعني الناس شافتك وقالت عليك ان انت راجل ومقاتل جوه الملعب، بس عايزين بقى نعرف شويه عن كوكا بره الملعب. عندك يعني اي مواهب تانية غير كره القدم؟ دايما بتبقى في حاجات مستخبيه كده. لا بصراحة ما فيش أنا زي ما قلت لك، أنا ماليش مش في أي حاجة. كمان أنا ماليش، لما حد ممكن يسألني عن أي حاجة بره الملعب ممكن يحسبني ما مش عايش في الدنيا. هو أنا في الكورة بس، أنا اتولدت من الملعب للبيت، من المعسكر للبيت، فما ما عشتش في حاجات كتير بصراحة، فما ماليش في أي حاجة غير الكورة يعني بصراحة، ما أكذبش خالص. عليك ده خالص. بيبقى فيه مواهب في الفرق، في ناس بتبقى صوتها حلو، في ناس تقول شعر، ما فيش حاجة لا من صوت الحاجات حلو دي دي خالص؟ بقى دي ما استحالة. مش موجودة. ما فيش أي حاجة، هو كرة بس. ايه عامة الأسئلة اللي أنت بتحبش ترد عليها في حياتك؟ يعني لو حد جه سألك حاجة بتحس إن ده سؤال مش مناسب وإن أنت مش عايز ترد عليه؟ أنا ما أكيد حاجات شخصية يعني، أكيد لما حدش ما أكيد ما حدش هيحب حد يتدخل في خصوصيته، حياته، كورة، مش عارف ايه، دايما بيبقى واخدين عننا يعني. ممكن وانا صغير ببقى في الناشئين ممكن الناس تحسبني ملياردير، فالدنيا عادية، ممكن الناس تهزر مش عارف ايه. حد سألك بتاخد كام قبل كده مثلا يا كابتن؟ السؤال ده دايما بيتسأل لكل الناس في أي شغلانة بيشتغلوا فيها. اكيد اكيد اتسأل يعني، واكيد ما حدش هيرد انا باخد كام، لان ده في الاول وفي الاخر ارزاق مقسمها ربنا سبحانه وتعالى، انت ربنا كاتب لك دي من رزق الأسئلة اللي أنت متحبش تتسألها أكيد. اكيد يعني، لان في الاول وفي الاخر دي حاجه بيننا وفي شغلنا وبيننا وبين اهلنا وبيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. انت مكتوب لك تاخد جنيه، غيرك مكتوب له ياخد 10، ما لهاش علاقه، انت ترضى باللي مقسوم لك، واكيد ربنا ليه سبب من الاسباب دي، وكل واحد على قد اجتهاده على قد شغله ربنا بيكتب له اللي في النصيب بس.